1, 2, 1, 2, 3, 4. When I looked around, all that I could see of the shadows on the ground of people around me. الكلاسيك روك هو فترة تقريبا بالمحطات الإنجليزية والأمريكية صاروا يحطوا أغاني الخمسينات والستينات وكان اسمهم هدول الراديو ستيشن كلاسيك روك. هي ظهرت بهذاك الوقت وسموه الاذاعات كلاسيك روك. لاحقا انه صار في نمط اسمه كلاسيك روك يلي هو صارت اغلب الفرق تستوحي من الشيء اللي كانوا عم يسمعوه، صاروا يعملوا النمط هذا يلي هو روك بالاخير، بس سموه كلاسيك روك واغلبيه السميعة تبعه هن الناس الكبار بالعمر. الكلاسيك روك هو لانه يعني نحن اغلبيتنا كله يعني فترة التلفزيون السوري بالثمانينات والتسعينات كانت تحط الأغاني اللي نحن هلأ بنعزفها. هي الفكرة اللي بتتاخد عن عزيف الروك بشكل عام وعن عزيف الهارد روك والميتال وهدول، انه يلا بيمسكوا جيتار بيبلشوا بيجعروا لا بالعكس تماما. هي نوعية من الموسيقى فيها جمل موسيقية، فيها ترتيب زمني معين، فيها سرعات معينة بالزمن ما فيها وحدان، فيها طبقات صوت، فيها أكورات خاصة. يعني هي بالنهاية نوع موسيقى موسيقى. ما تعرضت لانتقادات، بالعكس انا كنت شوف انه كانت العالم تتشجع انه توقف تحاكيني مثلا، تفهم مني شو بساوي شو بعمل. دائما الاهل عندهم تحفظ على السلوك مثلا تبع انه مثلا شو بدك بالجيتار هلا الحق دروسك مثلا، كان يقول لي بابا. يعني انا هلا دكتور بيطري بشكل عام اي نحن في عندنا هي النظره شوي تبعيت انه هذا الشاب ملاحق الموسيقى معناته ما له، او لاحق الفن كمان، ما راح احكي بس الموسيقى كذا، ما انه هذا ما له جدي ليوصي. هلا انا بدرس طب اسنان سنه رابعه وبتدرب مع بابا، بابا كمان طبيب اسنان بعيادته. هلا بشكل عام انا بجامعتي فيها عيادات، العيادات انا غزانتي جنب العيادات، فانا وقت امره هن مثلا بيشوفوني عالم بيكونوا من المرضى اللي هن جايين يساووا اسنانهم. الاولاد او الاهالي حتى بلاقيهم انه عم يطلعوا علي بنظره غريبه، يعني انه هيك بيزوروا شوي هيك. بلعبهم بنزل لعندهم، مره حملت ولد كلياتهم فجاه يعني كانك قلبتيهم 180 درجه، يعني بيحسوا حالهم انه هن لا غلطوا، انه ماني هيك، يعني ماني هذا الوحش. التعامل باب سيلفر هي مشروع بلشنا فيه بال 2015، اخر ما انضم هو انطون ويوسف. يوسف كان حدا من جمهوري وانا كنت من جمهور انطون، هو يعني بصراحه من الموسيقيين اللي انا بفتخر انه اني بعرفهم. About Silver اتجهت تماما بكل شيء انساني، هي بتعنى بالانسان يعني حرفيا. هو موسيقى الروك بشكل عام هي اغاني حب بيحكوا عن الاساطير، بيحكوا عن القضايا الاجتماعيه احيانا يعني كلهم هادفه، يعني هي المفهوم الغلط الماخوذ. 1 2 1 2 3 4. نحن بالصدفة أول ريليس إلنا كان سيلفر شادو، أول غنية نزلناها من الألبوم تبعنا، لفتت نظر كلاسيك روك، مجلة كلاسيك روك العالمية، كتبوا مقال كتير حلو عن الفرقة، ونزلونا بالتصويت مع فرق عالمية، أولاد البلد يعني استنفروا يعني أسبوع أكثر من أسبوع استنفروا هن عم يخبروا بعض يفوتوا يصوتوا للفرقة، يصوتوا للفرقة، الفرقة أخذت المركز الأول. سألتيني مرة الروك شغلة كتير عظيمة بحد ذاتها، والعربي والموسيقى الشرقية هي شيء لسه اعظم واتقل، يعني بقى ما فيني انه انا بقى هي الخلطة اللي بدك تعمليها
لنكون كثير نحن حريصين مشان ما نوقع باغلاط حدا غيرنا وقع فيها. بدنا نستخدم المقامات العربيه بموسيقتنا نحن. لانه لا مو شوي بصراحه. بالاخير كله عم يروح على نفس الطريق. الموسيقى هي شيء منيح ما بها شيء سيء بكل انماطها بكل انماطها.